بص طول النهارده بقى الحمام عبد الرحمن. اقول له الف مبروك وباذن الله فيلم يكسر الدنيا، والفيلم زي العسل وفكرته حلوه جدا جدا جدا. الفكره شايفها مترقعه قوي يعني جميله، وكلنا تقريبا عشناها، فكره الام اللي بتدعي عليه يعني كلنا عشنا الحاجات دي. دعت عليك الحاجه ورجعت؟ لا الحمد لله، احنا امهاتنا كلها دعت لنا الحمد لله الحمد لله. بس انت بتزعلها برضه؟ لا لا خالص، الحمد لله الحمد لله. طيب انت النهارده شايف محمد حب الناس ليه كمان ودعمه ده نابع من انهم بيحبوه طول الوقت، ولا الازمه برضه كانت لها دور بين الناس توفرت؟ لا لا بالعكس خالص، يعني توتا يمكن انا دايما بقول له انت المميز فينا اكتر في السينما. انا بحب توتا في التمثيل في السينما اكتر بكتير من اي حاجه، انا كواحد من جمهور توتا في السينما يعني. فكنت متاكد وواثق ان الفيلم هو هيبقى دوره فيه حلو ويعمله بشكل مختلف. اتعودنا في افلامكم كلها ان دايما انتوا اتنين مع بعض، المره دي هو اسد وراح محمد الفيشاوي. ايوه لا لا عادي عادي، هو احنا مش ماضيين ان احنا نطلع كلنا مع بعض. لا دايما بيبقى في لازم تنوع، لازم تشوف مدارس مختلفة تشتغل معاها. ففيشاوي كمان صاحبنا من زمان، واتبسطت بتجربته مع توتا وشكله، يعني في كيميا ما بينهم وما بين بعض. اسماء ابو زيد النهارده في الكوميديا ازاي؟ اسماء ابو يزيد عسل، سواء في الدراما سواء في الكوميديا، انا من الناس اللي بحب شغلها جدا جدا جدا. اكيد باذن الله نازل فيلم مغامرات كوكو بيوم فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، وباذن الله شغالين برضه في مستر اكس مع احمد فهمي، ونعمل حاجه كويسه باذن الله. فركشت مغامرات كوكو دلوقتي خلص يعني، هو فاضل يوم كده في بره مصر وخلاص. عملت اصعب موقف مع حيوانات حصل في الفيلم كله؟ اعتقد الميكنج بتاع الفيلم ده هيضحك اكتر من فيلم، لان كله هروب من حيوانات. الراجل من جواه ابيض. بتكلم عن اكس؟ لا 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 ما قلتش حاجه، ما قلتش حاجه حاجه. قول لي بقى ان الشغل مع احمد السبكي كمان راح يكسب. لا الحاج احمد من زمان، الحاج احمد بجد والله من اهم صناع السينما في مصر، فاحنا بنبقى فخورين ان احنا شغالين معاه طبعا.